سجل معدل البطالة في منطقة اليورو نسبة 6.4% من القوى العاملة في يونيو الماضي، ليبقى مستقرا عند أدنى مستوياته التاريخية للشهر الثالث على التوالي، وذلك بحسب بيانات معهد يوروستيت أمس. وكان معهد يوروستيت قد أعلن وصول معدل البطالة في شهري أبريل ومايو إلى 6.5% قبل أن يراجع أرقامه ويعتمد نسبة 6.4%. تراجع الين الياباني مجددا إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع أمس، في وقت يقيم فيه المتداولون الخطوات التي أعلنها بنك اليابان الأسبوع الماضي لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما شهد الدولار الأسترالي انخفاضا قبل قرار بنك الاحتياطي للبلاد الخاص بأسعار الفائدة. تراجعت واردات الهند من النفط الروسي للشهر الثاني، ومن المتوقع أن تشهد انخفاضا جديدا مع بدء المنتج الرئيسي في أوبك بلس تقليص الصادرات في أغسطس الجاري للمساعدة على تحقيق التوازن في السوق العالمية. وانخفضت الأحجام اليومية إلى 2.09 مليون برميل الشهر الماضي مقارنة ب 2.11 مليون برميل في يونيو. كما تراجعت الشحنات الواردة من السعودية، فيما ارتفعت الواردات العراقية إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر. بدأت الصين فرض قيودا على تصدير معدني الجاليوم والجيمانيوم الأساسيين لصناعة أشباه الموصلات، في خطوة يعتبرها محللون ردا على القيود التي فرضتها واشنطن على قطاع التكنولوجيا في بكين. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأت منذ أشهر فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطورة ومعدات صناعاتها والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات لدواع تتعلق بالأمن القومي بحسب ما أعلنته واشنطن. تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد عن عامين، لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف السوق رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح الطلب. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة أمس الثلاثاء إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021. أظهرت بيانات حكومية أمس تراجع التضخم في باكستان للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، فيما يتوقع البعض أن الارتفاع المعلن في أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة التضخم مرة أخرى في أغسطس الجاري. وسجل معدل التضخم على أساس سنوي 28.3% مقابل 29.4% في يونيو، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ختام هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، والآن نعود مجددا إلى سارة سراج لاستكمال باقي فقرات البرنامج. إليك سارة.